على غرار معظم بلدان العالم، كانت العديد من الكوارث الطبيعية تعصف بالمغرب بشكل منتظم منذ أقدم العصور. فبين القرن 19 والقرن 20 مثلا تم تسجيل حوالي 45 جائحة كبرى، كان أهمها الطاعون بمختلف أنواعه، والجدام والجدري والزهري والكوليرا والحمى الصفراء والتوفيد والحصبة. زد على ذلك المجاعات المتكررة التي كانت تترتب أو ترتبط بعدم سقوط الأمطار وهجوم الجراد على المحاصيل. فكيف تعامل سلاطين المغرب والفقهاء والمغاربة مع هذه الجوائح ومع هذه الأوبئة؟ لنتابع هذا التقرير. رغم قلة الموارد وانعدام الآليات الفعالة، كان المخزن بين الفينة والأخرى يتخذ بعض التدابير الاحترازية لحماية الرعية، ويجند الموارد المتوفرة لتخفيف وطأة الجائحات عليها. فإلى جانب إغلاق الحدود في القليل من الأحيان، كان بعض السلاطين كالمولى إسماعيل بن شريف ومحمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الرحمن والحسن الأول يوزعون المؤن والمال على الناس، ويوزعون البذور على الفلاحين، ويستوردون السلع، ويحددون الأسعار، ويحاربون الاحتكار. لكن هذه التدابير لم تكن منظمة ومستمرة، فالمخزن كمنظومة تقليدانية هشة لم يكن يتحكم على الوسائل والإرادة الضروريتين لوضع سياسات عمومية في هذا المجال الحساس. فكان المغاربة في أغلب الأحوال يواجهون الكوارث دون أدنى مساعدة. ففي زمن الأوبئة والمجاعات كان الناس يلتجئون مثلا لأكل الأعشاب البرية والجيفة وبعض الحيوانات المحرمة كالقطط والكلاب والخنازير، بل إنهم في بعض الشدائد كانوا يلتهمون اللحوم البشرية، كما وقع مثلا في سنوات 1779 و 1847 و 1879. كانت معظم الأوبئة التي تضرب المغرب تأتي من الخارج، إما عن طريق البحر عبر موانئ الشمال لا سيما طنجة وتطوان، أو عن طريق البر عبر المسالك الآتية من الجزائر، وقد فطن بعض السلاطين إلى ذلك. ففي سنة 1582 أمر السلطان أحمد المنصور الذهبي بإغلاق حدود الإيالة الشريفة، رغم أن هذا المفهوم كان مختلفا عن المعنى المتداول اليوم، وحضر أيضا أي اتصال بالأجانب عندما علم أن الطاعون تفشى في كل من الجزائر وإسبانيا. بفضل هذا الإجراء الاحترازي غير المسبوق تفادى المغرب كارثة محققة. ففعل السلطان سليمان الشيء نفسه في سنة 1804 و 1810 و 1817 عملا بنصيحة القناصلة الأوروبيين، وإن كانت هذه التدابير أبدت نوعا من الفعالية، فلم يرى القائمون على المخزن مأسستها واستدامتها حتى يتسنى للمغرب حماية نفسه كما يجري في العديد من البلدان. في كل زمان كما هو الآن يوجد تجار المآسي والأزمات، والذين يستغلون معاناة الناس استغلالا شديدا للاغتناء والربح السريع. تاريخيا أوحت مخيلة بعض الخبازين وطحاني القمح بفكرة جهنمية بخلط الجير بالقمح كي يصير وزن الأكياس كبيرا وتحصيل أكبر قدر من الأرباح، وهو ما يريده الدكتور محمد أمين البزاز في كتابه تاريخ الأوبئة. ففي تلك السنة نفسها من القحط والجوع والمجاعة مزج طحان مكناس الدقيق بالجير للزيادة من وزنه، وهو ما تسبب في موت عدد كبير من المغاربة. ولما علم السلطان بالأمر، أي المولى إسماعيل، أحضر في الحين مع أمين الحنطة مع باقي الطحانين، فاعترفوا بجريمتهم الشنعاء بعد تهديدهم بالأعداء.
ويضيف ذات المصدر رغم اعترافهم أمر السلطان إسماعيل بجرجرتهم بواسطة البغال عبر المدينة، البعض منهم لأنهم مذنبون والبعض الآخر لأنهم لم يبلغوا بهم، وكان ذلك مصيرهم. بدأ العمل بالحجر الصحي أو الكرينيتا، أي عزل أي شخص قادم من خارج البلدة لمدة قد تطول أو تقصر، لتفادي انتشار الوباء في أوروبا في القرن الرابع عشر، لاجتناب الفضائع التي تسبب فيها الطاعون الأسود. لكن أقدم المحاولات لإدخال هذا التدبير إلى المغرب تعود إلى نهاية القرن الثامن عشر، فقد أنشأ القناصلة الأوروبيون سنة 1792 مجلسا صحيا حاول فرض عدة تدابير صحية على المخزن لا سيما الحجر، لأن كان هذا الإجراء قد طبق بنجاح في بعض الأوقات، إلا أنه كان يلقى معارضة شديدة من قبل السلطان والتجار ومعظم الفقهاء لأسباب دينية وسياسية واقتصادية. فعلى سبيل المثال، حاول بعض المتنورين وعلى رأسهم وزير الخارجية محمد بركاش فرض نطاق صحي حول طنجة سنة 1878 لحمايتها من الكوليرا، فعنفهم السلطان الحسن الأول وأمرهم بالعدول عن هذه البدعة، وكان لهذا التعنت غير المبرر نتائج وخيمة على كافة المستويات، لا سيما تمزق النسيج الاجتماعي وانهيار القدرة المالية للمخزن بسبب تراجع السكان. من المرجح أن الكثير من دور العبادة كانت تغلق، وبعض المواسم تلغى إبان الجائحات التي كانت تضرب المغرب بشكل دوري منذ العصر البسيط، لكن الوثائق التي بين أيدينا لا تتحدث عن ذلك كثيرا لأسباب دينية على ما يبدو. ففي السنة 1056 مثلا علقت الصلوات الجماعية وصفدت أبواب المساجد بسبب الطاعون، لكن في غالب الأوقات كانت هذه المؤسسة تظل مفتوحة حيث يحج إليها أعداد هائلة من الناس طلبا للغوث الإلهي، وهو ما كانت تتمخض عنه نتائج عكسية في معظم الأوقات، فقد كان دور العبادة والزوايا والمواسم من أهم بؤر العدوى وأسباب انتشارها. يسرد جوزيف دوليون في كتابه حياة السلطان المولى إسماعيل ملك فاس والمغرب أن السلطان كان يراقب بنفسه صناعة الخبز والفواكه، فإذا وجدها رديئة كان يحكم بالإعدام، وكان يتميز بالصرامة الشديدة. ويضيف الكاتب أن السلطان الذي حكم ما بين 1672 و 1725 لمدة 55 عاما ظل يدير أزمة الخبز رغم الأزمات المتوالية، قائلا على أن المحتسب هو الذي كان يتعرض لعقوبة الإعدام أو يخسر وظيفته وأملاكه إذا كانت نوعية البضائع رديئة. زيادة على ذلك، كان السلطان يمارس مراقبته على كل ما يتعلق بالمواد الغذائية بواسطة عيونه، أولئك الذين يخبرونه عن حالة البضائع، وكان البشوات والقياد يتحملون المسؤولية عن الغش والتدليس. ويضيف الكاتب، في كل سنة كان يتم تحديد سعر الحبوب والفواكه تبعا لنوعية محصولها، ثم يعمد السلطان إلى بيع محاصيله بنصف الثمن لتخفيض السعر في الأسواق. رغم بطش السلطان المولى إسماعيل فإنه لم يكن يتاجر بقوت المغاربة، وكان دائما يسعى إلى تخفيض الأسعار حتى يجد الناس ما يأكلون زمن المجاعات. نأتي إلى نهاية حلقتنا، ووصيتنا الأولى والأخيرة، إلزموا بيوتكم حتى تمر الجائحة، لن يموت أحد من الجوع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.